الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات جي اف اكس اكاديمي دوت نت. كلام النهاردة ان شاء الله هيكون على تكملة الورش الخاصة بافاتار. هنتكلم النهاردة على ازاي ان احنا نقدر نجيب الموديل بابسط الطرق واخف الطرق. طبعا الطريقة اللي هقولها ممكن انت تستعيد عنها بطريقة تانية. برضو هتكلم على ازاي ان احنا نشتغل جوه البودي باند في السينما 4 دي، ازاي نشتغل بالبراشز، ازاي نشتغل بالتكتشر مابس. الاهم من ده كله ان احنا نخرج موديل على قدر الى حد ما عالي من الرياليتي او الواقعيه. طبعا ما نهملش ان في بعد كده حاجه اسمها كولر كوركشن عشان نقدر ان احنا نوصل للرياليتي المطلوب. احب الاول انتهز المحاضره دي لانها بتتزامن مع ميلاد كورس جديد من كورسات جي اف اكس اكاديمي دوت نت في برنامج محبب الينا جدا جدا، وهو برنامج اي اون فيو. زي ما احنا هنشوف على الشاشه، برنامج اي اون فيو هو برنامج خاص بصناعه الانفايرمنتس او البيئات. ان شاء الله باذن الله على اول شهر 6 هيكون في دي في دي خاص بماستر كلاس للبرنامج ده. الدي في دي ده يمكن فكرته الى حد ما اول مره تطبق. هو احنا قسمنا الكورس اتنين، الجزء فيه فري والجزء التاني هيبقى بيد او جزء مدفوع. كنا من فتره اعلنا في الاكاديميه عندنا عن عرض خاص جدا، وهو حدد سعر الكورس بنفسك. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان احنا لو طلعنا على الصفحه الرئيسيه هنلاقي ان انا حاطط في بانر محطوط هنا اللي هو حدد سعر الكورس بنفسك. كورس الفيو تبع العرض ده، يعني انت بتدخل بتشوف الكورس وبتحدد السعر اللي انت هتاخد بيه الكورس. طبعا احنا حاطين تفاصيل الكورس كلها في المركز التعليمي بالمحتويات بمقدمه تفصيليه عن اللي احنا هناخده. طبعا احنا محددين ليميت او حد ادنى للكورس اللي هو 10 دولار، طبعا مش اقل من كده، لكن ممكن لو انت حابب تزود مفيش اي مشكله. يعني مش عايز اتكلم كتير على موضوع الكورس، تتفضلوا حضراتكم تشرفونا في الموقع وهتشوفوا كل البيانات الخاصه بالكورس ده. ورشه افاتار مش موجوده الا على موقع gfxacademy.net، ومش موجوده برضو الا على موقع maxforums.net. هنلاقيها جوه القسم الخاص بالرسوم ورش عمل ومسابقات. طبعا الحمد لله لو احنا طلعنا على الرئيسيه هنلاقي وجود اعلان للورشه على الرئيسيه، وده طبعا كان مفاجاه كبيره جدا من اخويا ابو بدر. ان شاء الله يا رب الورشه تنول اعجابكم باذن الله. تعالوا بقى عشان ما نفضلش نتكلم كتير، تعالوا نروح نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. طبعا مبدئيا انا عايز ان انا اجيب موديل يكون بسيط وسهل، خاصه ان انا مش الموديل بتاعي مش هيقرب من الكاميرا. فطالما مش هيقرب من الكاميرا مش محتاج ديتيلز عاليه قوي، يبقى انا مش محتاج وقت ريندر عالي قوي. ممكن ان انا اجيب موديل بسيط واعتمد في الديتيلز على التكتشرنج زي ما هنشوف في البودي باند. من احدى الطرق بصراحه اللي عجبتني جدا وبصراحه قلت اجربها وطلعت كويسه معايا، اللي هو ان انا اجيب الموديل من جوجل سكتش اب وخرجه او بي جي وادخله في السينما، بيخش لي ابيض ما فيهوش ولا خامه، فبعد كده ببدا اشتغل عليه براحتي. الاول هنروح لبرنامج جوجل سكتش اب، بعد كده احنا عايزين موديلز. ممكن تروح على طول على الور هاوس بتاع جوجل، او ممكن انت من جوه السكتش اب تجيب الموديل اللي انت عايزه. لو احنا رحنا على فايل، من فايل هنلاقي 3 دي وور هاوس، هنقول له جيت مودلز، هيفتح لي الور هاوس بتاع جوجل. طبعا عندنا هنا كميه رهيبه من المودلز المتكامله بصراحه. لو انا جيت كتبت هنا مثلا افاتار شيبس وقلت له سيرش، اداني هنا كميه بقى ما شاء الله يعني من الافاتار شيبس. طبعا في الدراجون، الدراجون دي كانت السفينه الرئيسيه اعتقد في الفيلم. ولو انت دخلت جوه، يعني كل ما تخش جوه موديل هتلاقي الجروب اللي بينتمي للموديل ده. يعني انت دخلت جوه ده مثلا، تمام، هنلاقي الباقي هنا، هنلاقي الباقي هنا. بس انا رايي نكتب افاتار فقط، يجيب لنا شويه حاجات احلى. بالظبط كده. طبعا جاب لنا شويه حاجات حلوه جدا زي ما انت شايف،
لو كبرت لك الشاشه شويه، في هنا التوين تروبر دي اللي كانت بمروحتين، وفي السكوربيون برضو، وفي انت بتضغط في هنا جاهزه اهي اللي هي البنادوره ماونتنز، لكن احنا خدنا ازاي ان احنا نعملها في الفيو. لو ضغطت على اي واحده من دول اضغط بالسكرول بار بالميدل بوتون بتاع الماوس ان يفتح لك في تاب جديد، صفقه مش هيفتحها هنا. ندخل على واحده من دول، هلاقي بقى ما شاء الله، يعني هلاقي هنا لو انا قلبت هنا هلاقي مجموعه جميله جدا 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 من المودلز، تقدر تجيب اي واحده انت عايزها وتشتغل عليها زي ما انت عايزها. طبعا دي طريقه بسيطه، مجرد ان انت بس ما تختار الموديل اللي انت عايزه. على سبيل المثال لو انا مثلا جيت اخترت الدراجون شيب او الدراجون جان شيب، طبعا هياخد وقت شويه على ما يحملها هنا. طبعا تقدر هنا دي ايمج تقدر تضغط على 3 دي فيو وتقدر انك انت تلف وتدور حواليها زي ما انت عايز، تقدر تمسك كده وتلف وتدور حواليها زي ما انت عايز، وبالزرار اللي في الوسط ترفع وتنزل زي ما تحب. طبعا الموديل عجبك تمام التمام، اضغط على داونلود موديل، هينزلك الموديل عندك في ويفتحه لك كمان في جوجل سكتش اب. المهم بعد ما بننزل الموديل، انا نزلت شويه مودلز، يعني حبه شويه هحتاجهم شويه مش هحتاجهم، هروح لفايل واقول له اوبن. انا حاططهم في الدي في افاتار ورك شوب. طبعا دول بقى شويه مودلز طيارات على دراجون شيب، يعني شويه حلوين كده. طبعا انا نزلت كتير قوي، انت نزل طبعا اللي يعجبك واختار اللي يعجبك. انا اخترت الموديل ده، انا اخترت الموديل ده، هعمل له اوبن. مجرد ما يتفتح عندي في جوجل سكتش اب، طبعا هو ده انا واخده بس جايد، يعني ده انا مش هش يعني ايه واخده مجرد جايد ليا انا هعمل بيه إيه. طبعا انا الخامات دي انا جبتها اللي هي النجمه ومش عارف ايه والمثلث والكلام ده كله، حتى لو ما جبتهاش اعملها فوتوشوب مش هتاخد منك وقت. بعد كده اعمل كنترول ايه ولا مش عارف جوجل سكتش اب بصراحه انا يعني. ايوه هو ده خلاص، انا هعمل بس اسكيب كده. انا كده محدد الموديل، طبعا همسك دي كده، انا كده محدد الموديل، هروح لفايل ومن فايل اقول له اكسبورت وهقول له 3 دي موديل. طبعا فينا حاجات كتيره جدا يفضل انك تخرجها دي اكس اف، بس بتخرج عاليه قوي، فانا بخرجها او بي جي وبعمل اكسبورت. طبعا ممكن اخش في الاوبشنز، ممكن اقول له سواب، ودي مهمه قوي، الواي والزد كوردينتس، الواي از اب، معنى كده ان انا هطلع لسينما 4 دي والبرامج اللي الواي فيها فوق، لكن الماكس والمايا والكلام ده كله الواي فيها جوه والزد فيها هو اللي فوق. هو انا مش محتاج التكتشر مابس، ممكن ما اقولوش يطلع لي التكتشر مابس. اليونتس ممكن اقول له موديل يونتس، ممكن هنا احولها، ودي تستحسن بصراحه ان انا احولها للميترز طالما انا هشتغل في سينما 4 دي بالميترز. مجرد ما بعمل اوكي وليكن هسيبها على الديسكتوب وهقوم عامل اكسبورت. هو هياخد وقت على ما يكتب الانتيتيز او على ما يكتب الفايل. بمجرد ما هو يخرج الفايل ده انت تقدر ان انت على طول تعمل له ميرج جوه سينما 4 دي او جوه البرنامج اللي انت عايزه. بمناسبه موضوع البرنامج والكلام ده كله، الورشه يا جماعه مش حكر على برنامج سينما 4 دي. اللي عايز يشتغلها على الماكس مفيش مشكله، اللي عايز يشتغلها على الماد بوكس مفيش مشكله، اللي عايز يشتغلها على اللايت ويز مفيش اي مشكله، اللي عايز يشتغلها على السينما 4 دي مفيش اي مشكله خالص. الفكره انك انت تبقى عارف مكان الحاجه دي فين في برنامجك، يعني مثلا انا هشتغل بودي بنت في السينما 4 دي، ماكس انا مش عارف ممكن تشتغلها جوه الانراب حاجه زي كده، انا مش عارف بالظبط هي ايه، بس انت بتدور على اللي بيكافئ الحاجه دي جوه برنامجك وبتشتغل عليه بنفس التكنيك. طبعا هو كده خرجها واداني شويه معلومات بسيطة عن الفيسز وعن البوليجونز اللي بتكون الموديل ده. مجرد ما بقفل الجوجل سكتش اب هلاقي عندي ام تي ال، دي ماتيريال لايبراري، وعندي الاوبجي. كل انا هعمله ان انا هروح جوه سينما 4 دي واروح لفايل ميرج واخد الاوبجي فايل، اقول له اوبن، سيبه زي ما هو واقوم قايل له اوكي. طبعا زي ما انت شايف هو نزل لك بسكيل صغير قوي. طبعا هعمل كنترول زد واروح لميرج تاني واقول له اوبجكت واخلي دي مثلا ولتكن 50 واعمل اوكي. كده كده احنا هن طبعا جايه في حته غلط خالص. على كل حال هدلت ده انا مش عايزه، هاجي على كل دول كنترول ايه السبب ان هم بالمنظر ده؟
ان الاكسس بوينتس جايه مش في النص، مش في نص كل بوليجون، بما او مش في نص كل اوبجكت. بمعنى ده كده 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 الاوبجكت هنا والاكسس بوينت بتاعه، او اسف الكوردينيتس او الاكسس كوردينيتس بتاعه موجوده في مكان تاني خالص، او بمعنى تاني في الزيرو بوينت بتاع الفيو بوينت. لو انا رحت عملت كنترول A وجيت بعد كده على ستراكشر ومنها اكسس سنتر، هقول له سنتر اكسس 2، يبقى انا كده نقلت كل القصص دي هنا. طبعا انا ادور ايه اللي عندي تاني، انا ما عنديش اي حاجه تاني. بعد كده هقوم رايح للكوردينيتس واضغط 0 0 0 بحيث ان انا احطهم كلهم في الزيرو. طبعا كده مش مظبوط، فانا هرجع كنترول زد 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 بالمنظر ده، وكل اللي اروح اعمله ان انا هعمل الت جي واقوم رايح واخد ده اخليه 0 0 0 وكده الموديل جالي مكان ما انا عايز بالظبط. طبعا هو لو بولي، بيعني عدد الفيسز اللي فيه مش كتير، انا مش محتاج اساسا فيسز كتير في الموضوع ده. طبعا كل اللي احنا هنعمله بقى ان انت هو انا عملت سلكت حاجه غلط تقريبا، انا سلكت ده كله كده. كل اللي انت هتعمله ان انت هتاخد اللي يلزمك وهتشيل اللي ما يلزمكش من الموديل ده. طبعا هفتح الاخ ده وهمسك بقى المودلز دي واحد ورا الثاني. طبعا العجل ده مش عايزه، وده مش عايزه، وده مش عايزه، كل اللي انت مش عايزه هتقوم جاي شايله من الموديل. انا مش محتاج كل القصص دي في الشغل بتاعي، تمام، لان اساسا انا مش هعمل دي بتعمل لاندنج، ولا هي طبعا هسيب الصاروخين دول هيعملوا معانا شغل جامد قوي على فكره في الورشه دي، تمام. شيل 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 كل ده، كل ده شيله، تمام. المهم افضل شيل بقى في كل الكلام ده لغايه ما تفضي الموديل من اللي انت ما انتش محتاجه او اللي انت مش عايزه. طبعا الطريقه دي اسهل مليون مره، وبصراحه ما بتاخدش وقت، يعني بعد كده لما تيجي ترندر ما بتلاقيش الدنيا واخده معاك وقت. بس كل اللي عليك تعمله بس في الموديل ده بالذات، لان دي كانت قابلتني، ان انت هتروح للماشين جان ده على فكره، اللي هي الجانز اللي في اليمين دي، تمام، اللي هو ده. خلاص لا والله هو كده مظبوط. ممكن انك انت لو هتعمل تيكتشرنج بقى على اصوله في البودي بينت، هتفك الماشين جان ده بحيث تعمل لكل حاجه التيكتشر بتاعها. بس طبعا هو اولا صغير، يعني ثانيا مش هنقرب للقرب ده بالكاميرا. ممكن عشان بس ان للاخوه اللي ما يعرفوش ازاي يفكوا اوبجكت من بعضه، هتسلكت الاوبجكت وتروح تعمل في، ومن في تاخد فانكشنز، ومن فانكشن عندك حاجه اسمها اكسبلود سيجمنتس. هتلاقي راح عامل لك نال اوبجكت وحاطط لك جواه الاجزاء اللي بتكون الموديل ده. هقول له اكسبلود سيجمنتس حبه بس كده، انه هيفصل، مش عايز اقول لكم يفصل كل خط لوحده. فهنستناه شويتين، 3 4 5 6 7 طب 8 9 كتير كده، كتير ما شاء الله فكوا. بس فكوا ايه؟ يعني انا قلت لكم هيفكوا كل لكل خط، تمام. طبعا على فكره الموضوع ده من الفونج، من الفونج طبعا كتير قوي على فكره. فعلى كل حال يعني انا ما بلجاش لموضوع الفك ده بصراحه. كنترول زد هنسيبه كده، هو كان كويس قوي كده وجميل، بس احتياطي قبل ما تفك موديل اعمل في وروح لستراكشر، او اسف روح لفانكشنز وقول له تراينجوليت، تمام، وروح لفي، روح لفانكشن تاني قول له اوبتمايز واعمل اوكي عشان يشيل فيرتكس الزياده، وروح لفانكشن تاني وقول له سب ديفايد، تمام. طبعا زي ما قلنا هو لو بولي، زي ما قلنا هو لو بولي، اعتقد والله اعلم. طبعا الاسم ده الاسامي دي كبيره قوي. طب هو ده كام؟ رقم كام؟ رقم 2، ماشي. هاجي هنا واخلي ده مثلا وليكن ب 30 ولا اثر في اي حاجه، ماشي. اذا يفضل ان احنا هنسيبه زي ما هو احسن، يفضل ان احنا نسيبه كده بالمنظر ده
احسن ونشتغل عليه بالشكل دوت احسن. ده بالنسبه للموديل اللي احنا هنشتغل عليه. بعد كده بعد ما بتجهز انت الموديل ده بالشكل ده كده، تخش بقى على البودي بينت علشان تقدر ان انت تعمل التكتشرنج معاك بشكل صحيح، وده اللي احنا هنتعرض له ان شاء الله في المحاضره اللي جايه. اشوفك في المحاضره اللي جايه. سلام عليكم.